والمساعد الأول طلال العبد الله والثاني عبد الله الجهني والحكم الرابع ناصر عبد الرحمن والفي آر عبد الله فهد وسامي الكرة ربما كانت ضغط خفيف في الكرة الماضية من ناحية الهواء والكرة عند عبد الله خليفة إلى محرزي في الأمام محرزي لعب الكرة إلى مهند سعد اتفاقية في الجانب الأيمن مهند نقل الكرة إلى محرزي الراية المرفوعة من المساعد الثاني عبد الله الجهني والصافرة الحاضر المحتسب لمصلحة الاتفاق خطأ لمحمد محرزي هذه الكرة الماضية ومحاولة المرور ثم جوردين هو من ارتأى الدفاعية في اللقطة الماضية الاتفاقية وتخليص الكرة بمهارة في اللقطة الماضية الكرة الآن منقولة من حامد نقل الكرة في اللقطة الماضية خليفة لعبها الكرة إلى محمد عبد الرحمن منقولة الآن محمد محسن يحاول المرور محسن نقلها أمامية منقولة أمامية إلى محسن الآن محمد يحاول المرور يبحث لها عن زميل الآن منقولة الغامدي للثانية الغامدي لا هذه الكرة الماضية و لمصلحة فريق الاتفاق في اللقطة الماضية لمصلحة فريق عبد الرحمن انطلق في الكرة لعب الكرة إلى محمد محسن إلى محمد الماضية لمصلحة الفتح مقطوعة عادت مرة أخرى محمد محسن سدد سطام تواجد في المكان المناسب لاعب فريق الفتح هذه تسديدة محمد محسن في اللقطة الماضية والتخليص اللي كان من مشعل الحمدان في اللقطة الماضية هذه الكرة الماضية والمحاولة الماضية والتصدي من صدق خليفة عبد الله خليفة نقل الكرة في المنتصف إلى محمد محسن يحاول المرور محمد خلص الدقيقة الآن اقتربت من 45 من مجريات شوط المباراة الأول سنشاهد الوقت كم بيقدر حكم الساحة وليد المرداسي وكم سيشهر ناصر عبد الرحمن الحكم الرابع خطأ مهند سعد نقلها إلى الأمام الانطلاقة والرأسية الآن الحاضرة عند محمد محسن قبل ذلك عند الكرة منقولة نفذت الرمية الجانبية والكرة الآن الملعوبة هجمة مرتدة من قبل محمد محسن إلى مهند كان لعبها بشكل جميل في اللقطة الماضية ولكن التغطية الدفاعية الاتفاقية حاضرة والكرة الآن في منتصف الملعب نقل الكرة الآن في المنتصف اتفاقية الغامدي أو محمد محسن 3-1 النتيجة طارق أو حامد الغامدي اتفاقية منقولة الآن في الجهة اليسرى تنقل عند محمد محسن يبحث عن زميل محسن مشى في الكرة لعبها إلى الاتفاق يبحث عن زميل نقل الكرة الأمام الآن ملعوبة هل هو الرابع أم ماذا؟ الفتحة للفتح ولكن لم تكن موفقة في اللقطة الماضية من ريان في اللقطة الماضية لم يوفق بالكرة بشكل جميل خطأ الآن لمصلحة الاتفاق خطأ للاتفاق على عثمان العثمان هذه الكرة الماضية